بغيتي الطفول غتخلص 380 ريال باش دابولة تتحسب تتحسب عليك كونسوماسيون، خذ من السيارات تلقى مرا الحيدر سلابة سكينة غتبول بالسيارات ما عندهاش فين غتمشي مزيرة، تهبط من الطوبيلة تتبول هنا مزيرة، كي غادي دير؟ تبول حوايجها؟ هو هادشي اللي تيبان لي أنا بلاني ولا يبول حوايجه وما فهمتش، تيقول لك عاصمة الأنوار عاصمة الأنوار الرباط عاصمة المغرب وأنا ما شفتش لا مغرب لا والو أنا. شوفوا كل شيء قدامكم الا زدتي واحد شويه راه ما شي حوايج ما تبغيش كاع تصورهم ما يبغيش يشوفهم شي واحد، هذا علاش نوجهوا ميساج للناس. انا تندير انا حارس السيارات هنا في الباركينغ ديال مارينا، تندير حارس السيارات وتنبات عساس بالليل، الظاهره ديال التبول هو انه عندي انت تشوف في ظهري تيجيو الناس ما تلقاوش طواليط هنا ما كاين لا طواليط لا والو، هنا كاين طواليط القهوه، بغيتي الطفول غتخلص 380 ريال باش دير الدابوله تتحسب عليك كونسوماسيون، تيجيو الناس هنا دابا في الدار ديالي كما تتشوف كاين واحد البلاصه تيجي اللي تيجي تيبول تقلب عليها تلقاها خانجه، وهذا الشارع هذا كما تيسميوه هما شارع ملكي طريق ملكيه، الامير تيدوز مولاي الحسن، الملك تيدوز من هنا، مرت الملك تدوز من هنا، كلشي يدوز من هنا، ولكن باش تدوز وتجلس راه الرائحه ديال الكره ديال البول وديال الزرخ حتى هو كاين هنايا مصيبه. دخل بالسيارات تلقى مرا الحيدر سلابه سكينه غتبول بالسيارات ما عندهاش فين غتمشي مزيره، تهبط من الطوبيله تتبول هنا. الاغلبيه دابا تدوز فين ما دزتي تلقى ريحه البول، هنا تطلبوا بانه يديروا لنا فيسيات ولا مراحل الناس فين يدخلوا يرتاحوا، باش يدخل بنادم القهوه يخلص 380 باش يبول راه حشومه هادشي، وتيقول لك العاصمه الانوار، فين هي العاصمه الانوار؟ الضرر انه هو الريحه هذه اللي قاتلنا عباد الله، فين غادي يمشيو؟ غتقول لي الحشومه تقول لي ما يبوش ما يمكنش، السيد مسير ولا المراه مسيره كي غايدير؟ اللهم هذا منكر، حيت هنا كاين البلاصه، هنا عندنا بلاصه وحده اللي مدرقه، هاد البلاصه كاين واحد القنت مدرق، بنادم تيتخبى باش شي حاجه تيبيسي، المراه المشكل الراجل تنقولو حنا واخا، والمراه تهبط طوموبيله مزيره، كي غادي دير؟ تبول حوايجها؟ هو هادشي اللي تيبان لي انا بلاني ولا يبول حوايجه وما فهمتش. تيقول لك عاصمة الأنوار عاصمة الأنوار الرباط عاصمة المغرب وأنا ما شفتش لا مغرب لا والو، أنا راه من النهار اللي تحل الباركينغ وحنا تنضر تقريبا من جاية تقريبا 15 16 عام دابا تقريبا، هو هاد الحالة هاكا الطواليط حاف، واش هاد الولاية ولا هاد الجماعة حلفت عليها دير طواليطات هنا؟ كيما دار الباركينغ دير طواليط وتسال كاع الشارع هذا كامل، الشارع الملكي تيقولوا طواليط وحده ما كايناش، قبضت انت من قبضت من القنطره وانت جاي، طلعت حتى للودايه، طلعت حتى لباب العلو، ما كايناش الطواليط، المطالب ديالنا هما يديروا لنا طواليطات هنا، يديروها لعباد الله ماشي ليا انا، انا الطواليط تهبط من دارنا تهبط من ناردي فادي مع دارنا قريبه للباركينغ، إلا بغيتي تشرب الماء خصك ترغب مول القهوه يعطيك قلعه الماء. ولجي تشريها ب 1000 فرنك الضرر، وهو الطواليطات ما كاينينش، قالوا غايديروا شي طواليط بورتابل، ما شفنا لا طواليط بورتابل ولا شي سكري، تيعطيونا غير الهضره، هاد العمده ديال الرباط فينا هي؟ هاد العمده تقول هي عمده وهي بنت المدينه بنت الكزه بنت درب العفو، فينا هي؟ اجي تورينا خدمتها ولا صافي تولت كما تنقول تولت العاص ولات حاكمه، واحد النهار خمس سنين غتلاح يدير واحد اخر، يدير ذاك الاخر غيدير في الطريقه والاخر يدير في الطريقه، نهار المغرب هو هذا
انت اخويا شوف انت هادشي درت راه ما دخلتش فيه غير التابوت راه داخله فيه شي مساله اخرى. انت الكاميرا هي اللي كتصور لك هادشي راه ما عندناش اخي طواليط هنايا. الناس كتجي كيجي كليان كيدخل تيقول لك عافاك راه عندي البنت بغيت نبدلها ليكوش اولا مراتي فيها ديابيتيك فيها السكر اولا. هادي السلام عليكم. جينا اليوم نهضروا على واحد الموضوع اللي بزاف ديال الناس يعانيوا منه وبزاف ديال الناس تيغلطوا في هاد البلان هذا اللي هو التبول. بزاف ديال الناس تيعرفوا باللي في بلادنا ما كاينينش لي طواليط في الزنقه فهمتي. هذا علاش الناس ما تلقاش فين الواحد يقضي الغارات تيستلجأ الاماكن اللي فحال هكا. وتنطلبوا من الناس المسؤولين يوصلوهم هذا الميساج هذا الى داهم الله ويديروا شي حاجه في هذا البلان هذا. ولكن بان لي هذا الشيء راه ما خدامش. بنادم اخويا ما نكذبش عليك للضروره احكام راه حنايا ماشي ملائكه ولكن في نفس الوقت راه ما خصوش يدير هذا الغلط فهمتيني. كل واحد وكيفاش مربي. هي من واحد الناحيه الا كانوا عندك والديك ورباوك من صغرك على شي اخلاق وشي مبادئ راه ما غاديش تقدر تخالفهم. ولكن ملي الانسان تدعى الضروره راكم عارفين راه ما عندنا ما ندير. اضرار شنقول لك بالنسبه للاكسجين ديال البيئه ديالنا ما تيبقاش صالح فهمتي. شحال دابا الريه ديالنا داكشي تيدخل في شي حوايج ما حنا خصنا دكتور اللي غادي يشرح لنا هادشي هذا. ولكن انا متاكد 100% باللي راه ماشي شي حاجه مزيانه للبيئه. بالنسبه لي اخويا مثلا ما نقدرش نهضر مع شي واحد حيت صافي تنشوفو تعزل في شي واحد المكان اللي ما يمكنش ليا غادي نجي ولا غادي نهضر معاه ونقول له شنو هادشي هذا صافي ولا بحال جاري به العمل. شوفوا كل شيء قدامكم الا زدتي واحد شويه راه ما شي حوايج ما تبغيش كاع تصورهم ما يبغيش يشوفهم شي واحد. هذا علاش نوجهوا ميساج للناس كاع الناس المواطنين باش يحاولوا شويه على نفوسهم حيت هذه راه دارنا. الزنقه راه دار عباد الله راه ملي تتنعس لغد ليه في الصباح تتخرج تمشي للخدمه تخرج تمشي للمدرسه تخرج بزاف ديال الحوايج. خاص يشوف الناس يشوفوا الحاجه نقيه باش النفس ديالو تعيش مرتاح حيت النظافه راه من الايمان. سبر السلطات متفق معك هاد المسائل هادو راه ما حيت بنادم اللي عنده سلطه غايشوف بحال هكا غادي يقدر يهضر معك وعنده الحق الا هضر معك حيت رجل الامن. اما كتحمل المسؤوليه ماشي حنا اللي نتحمل حيت كل شيء يتحمل مسؤوليه نفسه في هاد الشيء هذا. انايا نقدر نكون ما نقولش لك ما درتش هاد الشيء راه نكون حتى انا شي نهار ولا شي واحد النهار راه نكون غلطت في هاد الغلط. ولكن مثلا بغيت تنبغيش نعاودو 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 حيت عنده ضرر عنده ضرر بالنسبه للانسان اللي تيدير التبول في الزنقه. راه الريح تيضرب له الجهاز التناسلي ديالو فهمتي تيولي واحد المرض الله يستر مع المده. هذا علاش راه في الايمان في الاسلام وفي الدين ديالنا قال لنا عافين قضيو الحوايج ديالنا. المطالب ديالنا الاخيره هو ما طلبنا والو. طواليطات في الزنقه للناس عيالات كبار رجال كبار لينا حنا دراري صغار يستافدوا من هذه الخدمات اللي ماشي شي حاجه زعما اللي هي مزيانه للدوله ومزيانه للمواطن ومزيانه لكل شيء. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.